السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. معاكم نهى من كلبتي وملكة حياتي. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض المنين بالعجوة او القرص اللي تكون محشية بالعجوة عشان العيد ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. بس يا ريت قبل ما ابتدي لو مش مشتركة اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل الحاجات اللي انا بقدمها. يلا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا المكونات: نص كيلو من الدقيق، ومعايا هنا ربع كيلو من السمنة، دي سمنة بدرجة حرارة الغرفة، ممكن تحطي سمنة على زيت تعملي خليط. ومعايا هنا معلقتين من السمسم المحمص، انا شارياه كده محمص. ومعايا هنا معلقتين كبار من الشمر على اليانسون. الشمر على اليانسون بشتريه من عطار، بعد كده بنقيه ونضفه، وبعدين باخده في طاسة على البوتاجاز تكون من غير اي مادة دهنية. بحط الشمر واليانسون يتحمصوا بس شوية صغيرين، هتلاقي ريحتهم طلعت وبقت حلوة قوي. وده هنستخدمه طبعا في العجين بتاعنا، هيخلي ريحته حلوة جدا يعني. وكمان بعد ما بخلص باخده على المطحنة اطحنه، يعني طحنة بسيطة خالص، ادوبك ضربتين ثلاثة علشان بس يبقى مجروش معايا، ما يبقاش بحاله. ده كده الشمر على اليانسون. ومعايا هنا كمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعلقة كبيرة من السكر، وهناخد من البيكنج باودر معلقة صغيرة مليانة. وممكن تحطي روح السمنة البلدي للسمنة بتاعتك لو حابة يعني انها يبقى ريحتها سمنة بلدي. وطبعا الحشو بتاعنا هيبقى العجوة. العجوة دي انا كنت عاملاها بنفسي في البيت، دي كنت شايلاها في التلاجة، اهي كمية العجوة اللي انا هستخدمها، كنت عملتها لكم في فيديو قبل كده، ان شاء الله هسيبه لكم في صندوق الوصف. انا عاملاها من البلح اللي هو الناشف اللي زي ده اللي بنستخدمه للخشاف، عملتها طبعا وجهزتها من قبلها بيوم وشلتها علشان هنستخدمها ان شاء الله في الوصفة دي. ومعايا هنا دي كوباية لربع من المية الدافية، هنستخدمها للعجن بس ممكن نحتاج اكتر من كده او اقل من كده، هنشوف يعني ايه المية هتاخد معانا قد ايه. هنحط بالتدريج لحد ما نوصل للقوام او عجينة يعني اللي احنا عايزينها. يلا بينا نبتدي الطريقة. دلوقتي معايا هنا الخميرة والسكر، احط عليهم المية الدافية واقلبهم مع بعض واسيبهم يعني على بال بس ما ايه ما جهز العجينة بتاعتي يخمروا شوية. احط عليهم نص كوباية المية اللي معايا، نص كمية المية اللي معايا، واقلبهم كده واسيبهم اركنهم على جنب بس شوية. هحط بقى كل المكونات الجافة على الدقيق، الدقيق معايا والسمسم والشمر على اليانسون، هحطهم كده كلهم، وكمان معلقة البيكنج باودر، وهنحط كمان رشة من الملح. هقلبهم في بعض كده الأول، دلوقتي بقى هبتدي احط السمنة بتاعتي. السمنة الاول هدعكها في الدقيق كويس قوي علشان الدقيق يشرب كل السمنة كويس. وبعدين هنبتدي بقى ننزل بالخميرة اللي احنا دوبناها في المية. شايفين الدقيق اهو ابتدى يشرب كل كمية السمنة اللي معانا، هنفضل برضو ندعك فيه لغاية ما يشرب كل السمنة كلها. هنجيب بقى من تحت كده علشان خاطر ما يبقاش فيه دقيق مركون تحت، بس كده يعني شايفه ان كل الدقيق شرب السمنه. هبتدي دلوقتي اضيف الخميره، هقلب لو حسيت ان هي محتاجة مية هضيف مية من الدافية اللي معايا. العجينه خلاص لمت معايا، نزلتها على الرخامه وابتديت اعجن فيها، حطيت فيها كوبايه المايه الدافيه كلها، ما خدتش اكتر من كده، خليت كوبايه. عجنتها طبعا كويس،
وشربت كل السمنة. دلوقتي حطيتها في الطبق كده وهغطيها بالكيس ده وهسيبها في المطبخ تخمر حوالي نص ساعة او تستريح يعني نص ساعة، وبعدين هنبتدي نشتغل بيها. العجينة دلوقتي هي استريحت وخمرت معايا كويس، هبتدي اخد منها جزء، وجبت هنا كيس بلاستيك فردته على الرخامة، هاخد منها جزء وهبتدي افرده فوق الكيس. شايفين طرية ازاي وحلوة جدا. طرية ملمسها جميل وطرية قوي. انا هفردها كده على شكل مستطيل. دلوقتي فردت العجينة على شكل مستطيل كده وظبطت الاطراف بقى بايدي بحيث انها تطلع مستطيل مظبوط. هجيب دلوقتي العجوة واحطها في النص وافردها كويس عليها. دلوقتي انا حطيت شويه كده من العجوه وهبتدي افرد على العجينه كل العجوه. اهم حاجه يبقى سمك العجين كله حته واحده، ما يبقاش في حته اعلى من حته. حاولي تحسيها كده بايدك وتظبطيها. العجوه معايا طريه خالص، انا طبعا ببقى عاملاها بطريقه بحته سمنه. لو انتي بتجيبي العجوه الجاهزه مش بتعمليها في البيت برضو هتلاقيها ناشفه شويه، فطريها بحته سمنه كده على البوتاجاز. دلوقتي انا خلاص فردت كل العجوه، هبتدي الف رول كده كاننا بنعمل السينابون او سويس رول. اطراف العجينه هلزقها كده في بعضها عشان تبقى كلها حته واحده متفتحش مني. دلوقتي معايا خيط هبتدي اقطع بيه العجينه. ليه قطعت بالخيط؟ علشان يطلع معايا التقطيع مظبوط كده، وهقطعه بسمك رفيع مش تخين. وبعدين هبتدي احطه في الصينيه. دي واحده كمان لسه مقطعاها. دلوقتي هدخله الفرن على درجه حراره 180، فرن متوسط مشغلاه طبعا مسخناه من قبل كده. هيقعد حوالي ربع ساعه، مش هنكتر علشان ما ياخدش لون جامد. دلوقتي خلاص طلع من الفرن اهو، فتحت عليه شويه بس دقيقتين، اخد لون بسيط من تحت واستوى كويس جدا، واخد لون بسيط كده من تحت، والوش برضو اخد لون بسيط من فوق واستوى، وريحته طبعا حلوه جدا. الشمر واليانسون ريحتهم تحفه وقلبت البيت بصراحه. وده كده المنين بالعجوه او القرص بالعجوه بتاعت العيد، يا رب تكون عجبتكم، جربوها هتعجبكم جدا جدا. لو عجبتكم بقى الوصفه يا ريت تعملوا لايك على الفيديو وشير لاصحابكم وسبسكرايب في القناه لو مش مشتركين، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الحاجات اللي انا بقدمها. سلام عليكم.